وصلنا أكيد للفقرة الطبية. أكيد رح ننتقل لموضوع كتير بهم من الناس، نقص السمع أو ضعف السمع بفقدان سمع كلي أو جزئي بإذن وحدة أو اثنتين، ناتج عن خلل بعضو أو أكثر من أعضاء السمع، الأذن الخارجية، الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية، عصب السمع. ونقص السمع عند الأطفال أكيد له كتير من الأسباب وطرق العلاج. اليوم رح يكون موضوعنا مع الدكتور عصام الأمين، مدير مشفى المواساة وأخصائي أنف أذن حنجرة. أكيد للتواصل مشاهدينا وأي استفسارات بتحبوا تطرحوها على الدكتور اتصلوا على الرقم الظاهر هلأ على أسفل الشاشة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح خيرات. يعني قبل ما نحكي عن تفاصيل ودرجات ضعف السمع، خلينا نحكي عن الأهل كيف ممكن يتنبهوا لوجود خلل أو مشكلة بالسمع تماماً. عند الأطفال من البداية يمكن حتى نلاقي حل تماماً. بعدين هلا اولا موضوع الاعاقه السمعيه طرأ عليه بالسنوات الاخيره تغيير بالتعريف. كان تعريف الاعاقه السمعيه من زمان انه هو نقص بالوصول للرساله الصوتيه. هلا الاخر تعريف لمنظمه الاشا اللي هي منظمه السمع الامريكيه بتقول انه نقص السمع او الاعاقه السمعيه هي وجود مشكله بالاستقبال بالبرسبشن، وصول بالدمج بالانتجريشن بالديسكريميناشن كمان تمييز الكلام. الموضوع إعاقة سمعية موضوع مهم على عدة محاور خاصة عند الأطفال، لأنه موضوع ما لا يتعلق فقط بالسمع، يتعلق بالكلام. الطفل مستحيل يطور موضوع الكلام إلا إذا كان سمعه في أي خلل. موضوع له علاقة كمان بالآي كيو تبع الطفل اللي هو المعادل الذكائي. طفل ما بيتطور من الناحية الروحية الحركية إلا بالشيء اللي بيسمعه من المحيط. السمع له علاقة بالأداء الدراسي بالأداء الأكاديمي عند الطفل. المحور المهم إنه هذا المرض خفي يكون ولا يتنبه إليه الأهل أحيانا. لذلك الموضوع اللي حكيتي عليه هو موضوع مهم، الكشف المبكر. لأنه بدون الكشف المبكر نحن لا نقدم العلاج والتكبير المناسب للطفل لإعادة وصله مع عالمه الخارجي. هلأ إذا بنبلش بحسب المراحل العمرية العلامات المنبهة، في عنا أول شيء اللي هي منذ الولادة ما يسمى بمنعكس الخوف أو ستارتل ريفليكس. الطفل نايم صار في صوت قوي، فالطفل مفروض إذا كان بيسمع وسمعه طبيعي في مفزوع يبكي. يعني هي منشوفها بالمراحل الأولى. هلأ بالشهر الثالث الطفل ببلش هون بيصير عنده أنه بيدير رأسه لمصدر الصوت. ففي حال أنه لاحظت الأم أنه الطفل ما عم بيدير رأسه لمصدر الصوت، يعني كمان هي لازم تكون يعني تاخدها بعين الاعتبار وتراجع الطبيب مشان يثبت موضوع نقص السمع. كبرنا أكتر شوي، صرنا بالحدود الشهر السادس، موضوع البابلينج اللي هو المكاغال اللي يقول الطفل با وبابا، كمان هون هدول الأطفال ما بيصير عندهم كمان بيطوروا هون، كمان لازم ننتبه. هلأ أكبر شوي بيصير الطفل أنه تلاحظوا أنه بيردد يقول أيوة نعم، بيحاول ما بينفذ الأوامر، إذا ناديناه من محل بعيد ما بيرد علينا، بتلاحظ أنه الطفل في عدم انتباه. هلأ بتلاحظ أنه الطفل بيعلي صوت التلفزيون، الطفل بيحكي بصوت عالي. هلا موضوع درجة الصوت هي بيتحكم فيها انه الانسان بيسمع صوته فبيعمل ريجلاج لهالموضوع فبيعطي طبقة الصوت. فالاطفال اللي عندهم نقص سمع كمان بيكونوا اصواتهم عالية. الطفل اللي عنده كمان مشكلة بالسمع بيحاول يعبر عن موضوع اللي خاصة اللي صار عنده مشكلة بالكلام، بيعبر بالجست أكثر ما يحاول يعبر بالكلام. فهي العلامات يعني المبكرة الأساسية اللي مفروض ننتبه لها ونراجع طبيب أنف وأذن حنجرة أو مركز سمعيات بأقرب وقت مشان نقدم العلاج المناسب. طب دكتور كيف بيكون العلاج لضعف السمع وخاصة مثل ما حكيت عند الأطفال؟ يعني أول خطوة هي الانتباه الأم على هي الملاحظات اللي حكيت عنها. هلأ الموضوع نقص السمع بنصنفه نحن نقص السمع توصيلي ونقص السمع حسي عصبي. نقص السمع التوصيلي يعني إصابة في الأذن الخارجية والأذن الوسطى. الموضوع نقص السمع الحسي العصبي إصابة إما بالكوكليا بالحلزون أو بالعصب السمعي. هلأ إذا كان بالموضوع بالأذن الخارجية أو بالأذن الوسطى هذا يمكن علاجه علاج محافظ أو علاج جراحي.
العلاج اذا كان نقص السمع بالاذن الداخليه او بالعصب السمعي، هون لابد من علاج اللي هو موضوع الهيرينج ايدز اللي هو موضوع المعينات السمعيه. اذا كان كمان درجات نقص السمع بتعرفي انه هي في خفيف الشده، متوسط الشده، متوسط الى شديد، شديد عميق، بالدرجات الكثير كبيره هون لابد من زرع حلزون. حلزون تمام. كمان دكتور خلينا نحكي عن الدرجات المتقدمة، شو هي أنواع العلاج اللي ممكن تقدم لها للطفل، وهل يوجد يعني شفاء حقيقي لهذا المرض؟ تماما. هلأ الدرجات المتقدمة خلينا نقول نحن السيفير بيسموه أو الشديد، وفي العميق. الشديد هو نقص سمع بحدود بين 75 ل 90 ديسيبل. ديسيبل طبعا هي وحدة لوغاريتمية لتقدير شدة السمع. العميق أكثر من 90 ديسيبل. هون لابد من سمعية. في حال فشلت المعينة السمعية هون نلجأ إلى زرع الحلزون. هلأ زرع الحلزون هي عملية طبعا مكلفة، تحتاج إلى إكيب محدد، فريق. هالفريق مو بس العمل الجراحي، في موضوع تأهيل قد يكون أهم العمل الجراحي، هذا يستمر عدة سنوات لحتى نعيد تأهيل الطفل. هلا موضوع زرع الحلزون، الطفل ما بيسمع هو الصوت الكلام، عم بيسمع ضجيج. هالضجيج نحن من خلال التأهيل بنحول هالضجيج لفهم، لكلام. نعم. طبعا هذا بياخذ وقت ويكون عبارة عن تيم، فريق. نعم. يشمل طبيب الأنف والأذن والحنجرة، أخصائي التخاطب، أخصائي السمعيات إلى آخره. أكيد دكتور. معنا اتصال من أحمد من الشام. رمضان كريم أحمد. ألو صباح الخير. صباح الخير، رمضان كريم. يعطيك العافية، كل عام بخير. الله يعافيك وأنت بخير. تفضل بدك تسأل الدكتور. والله بعرفني. إيه تفضل. دكتور عندي طفل أنا عمره سنتين ونص، قلت له عليه وقت اللي بحكي معه إنه دائما بيتطلع بيتني بشفايفي، فأنا حاسس إنه ما كثير عم يستوعب كلامي إلا إذا ما طلع بيتني أو بشفايفي أنا عم بحكي معه. يكون في مشكلة للسمع هي أو؟ هلا اكيد في اشتباه هون بالموضوع، وهذا الاشتباه انت ممكن تحله بمراجعه اي مشفى، سواء في اجهزه لفحص السمع او اي عياده تخصصيه لموضوع السمعيات. بنعمل له تخطيط سمع وبنقرر انه هذا فعلا في عنده مشكله ولا ما عنده مشكله. نعم نعم. يعني شكرا لك احمد. يعني يا دكتور عم نحكي عن المشاكل اللي بتخلق مع الطفل، هي مشكلة السمع، لكن في أيضا مشاكل يمكن بيتعرض لها الطفل بعد الولادة، بيكون سليم وبيتعرض لها هي المشاكل، ممكن يفقدوا السمع كليا أو جزئيا. فبرأيك كيف ممكن نحن نعمل وقاية من ضعف السمع أو حتى فقدانه؟ هلأ إذا نحن بدنا نكون علميين وأكاديميين، نقسم نقص السمع أو أسباب نقص السمع عند الأطفال إلى أسباب داخل الحياة الرحمية، وأسباب أثناء الولادة، وأسباب ما بعد الولادة، بوست نيتال بيسموها. هلا أسباب الحياة داخل الحياة الرحمية يأتي على رأسها الأسباب الفيروسية، أنه إصابة الحامل بمجموعة فيروسات بتلخص بكلمة تورش اللي هي توكسوبلازموز، الروبيلا، السيفيلس، السي ام في اللي هو السيتوميجالوفيروس والهربس. هاي طبعا ممكن الوقاية منها أنه الحامل، خاصة موضوع الروبيلا اللي كان بالماضي بشكل العامل الأول لانعدام أو فقد السمع عند الأطفال، إنه موضوع اللقاح. لازم على كل أنثى قبل الزواج تأخذ موضوع اللقاح للروبيلا، حتى إذا كانت متزوجة قبل الحمل لازم تأخذ اللقاح، لأنه هذا يوقي طفلة من إمكانية الإصابة بالحصبة الألمانية، وهي الإصابة غير عكوسة، يعني تؤدي إلى فقد سمع كامل عند الطفل. طبعا هذا موضوع اللقاح موضوع أساسي. هلا في عنا شغلات الثانية، موضوع تعرض للضجيج، موضوع مكافحة الأمراض، يعني الأطفال كمان معرضين يصير في عندهم مينينجايتس، التهاب سحايا، هدول لازم بدهم مراقبة، نشوف إنه العلاج كان متكامل. نوعية الأدوية. نعم. كمان في أدوية سامة للسمع، خاصة موضوع الأمينوغلوكوزايد، نتجنب نعطيهم للأطفال الجنتامايسين والكالامايسين، هل دول الزمرة كتير سامة للأذن الداخلية، فنتجنب أعطائهم هالكاتيجوريز هدول من المضادات الحيوية. دكتور شو هي الإجراءات الوقائية للحفاظ على السمع، يعني خاصة عند الأطفال بيكون حساس كتير الولد، فشو هي الإجراءات؟ هلا الإجراءات الوقائية الطفل، يعني العوامل المؤهبة مثلا لالتهاب الأذن الوسطى
بسموه المصلي، وهو أكثر سبب لنقص السمع عند الطفل، وأنه يكون في سائل موجود بالأذن الوسطى. هذا السائل يمنع انتقال الصوت باتجاه الأذن الداخلية. الوقاية إذا كان عنده عامل تحسسي يجب أن نعالج العامل التحسسي. إذا عنده ضخامة ناميات كمان سادة للنفير أستاش يجب أن يتلقى كمان العلاج المناسب وإزالة الناميات الأنفية. المتابعة هو المهم والتشخيص، يعني ما نهمل الطفل. مشكلة كمان كثير بنعانيها أنه الطفل يتهم أحيانا بتأخر دراسي. الطفل تأخر دراسي مو سببه أنه هو ذكائيا مو على المستوى المطلوب، بيكون مشكلة أنه ما عم بيسمع، وعلاج بسيط قد يؤدي أنه الطفل يصير أحسن واحد بالمدرسة. لذلك ننتبه كمان الأطفال اللي متأخرين دراسيا أنه قد يكون هو مشكلة بالأساس مشكلة سمعية، ويتم تقديم العلاج المناسب لها. نعم. مثل ما سمعنا في متصل من الشام كان عم بيقول انه هو عم بيلاحظ حركة السمع او استجابة ابنه لحركة شفايفه هي استجابة يمكن مانا طبيعية، فبالاضافة لهذا المؤشر يلي سمعناه من المتصل كمان، شو هي المؤشرات الثانية ان كان بعلم بعمر قليلة او بعمر متقدمة للطفل لحتى نحن فعلا نتأكد انه عنده مشكلة ونلجأ فورا للطبيب؟ هلا هي المؤشرات مثل ما حكيتي. نعم. وليست قضية تأكد. مؤشرات حكينا عليها هلا من بدايه الحلقه، انه موضوع المنعكس الخوف بالنسبه للرضيع والطفل، بيعلي صوت التلفزيون، الطفل ما بيستجيب للاوامر، بيحكي بصوت عالي، بيركز على موضوع الشفاه، بيحاول انه يعبر. بتلاقي الطفل مختلف عن اطفال ثانيين بطريقه الحكي، بطريقه نبره الصوت. هي كلها مؤشرات لازم ننتبه لها. هلا في عندنا شيء اسمه الاطفال الهاي ريسك، يعني هدول 6 مرات معرضين لنقص السمع اكثر من غيرهم. مثل شو؟ يعني الطفل ولد ناقص الوزن تحت 1.5 كيلو، طفل لما ولد كان عنده نقص اكسجين وحطوه على المنفسه. هدول لازم ننتبه نعمل لهم تخطيط سمع وما يسمى الاكوستيك ايميشن، يعني البث الصوتي قبل ما يطلع حتى من دار التوليد. الأطفال اللي بتعرضوا لإنتانات خاصة التهاب سحايا، اللي عندهم مشاكل بالبيلوروبين، خلاف الزمرة الدموية بين الأم والجنين، قد هذا كمان عامل كتير مهم إنه يسبب كمان نقص سمع. هدول بيسمون هاي ريسك. عملنا دراسة بجامعة دمشق، أنا رئيس قسم إذنية بجامعة دمشق ولا مدير مشفى المواساة، عملنا دراسة شو هي أهم أسباب نقص السمع عند الأطفال بسوريا بالعالم العربي. يمكن بتوقع لقينا انه زواج الاقارب عم بشكل كتير عامل مهم بموضوع نقص السمع، لانه حوالي 30-50% من نقص السمع هو من منشأ وراثي. هون مندير بالنا على موضوع الوراثة، ولذلك لازم تعمل فحوصات ما قبل الزواج مشان واحد يوقي اطفاله من انه يتعرضوا لهالمشكله هي، وهي مشكله عويصه سواء بالنسبه للطفل او بالنسبه للمجتمع بشكل كامل. وهون انتم دوركم كاعلام كمان دور اساسي، موضوع التثقيف مشان توعيه الامهات مشان ملاحظه هيك قصص. دكتور، يمكن في كثير مظاهر اجتماعيه بنشوفها، ان كانت ام حامله طفله لحفله صاخبه مثلا بتحط له قطن بأدنه، او مثلا اذا كان بمنطقه فيها هلا مثل انه توقع قذيفه كذا، كيف فيها تتصرف الام بهي الطريقه؟ وهل صح انه يحطوا له قطن او انه تماما؟ يعني هذا حكيت نقطه كثير جوهريه، وموضوع الضوضاء خاصه الضوضاء الشديده. الضوضاء الشديده كمان هي عامل رد صوتي بسموه هي، وقد تؤذي هذه الرد الصوتي خاصة إذا كان بالشدات فوق 90 أو 100 ديسيبل، قد تؤدي إلى إصابة بالسمع ونقص بالسمع. فالوقاية تتم إما يعني القطنة قد توقي بنسبة 30%، فبس إجراء كويس إنه ممكن تساوي، أو تحط الواقيات السمعية بحالة تبعد طفلة عن المصادر الضوئية الصوتية العالية. يعني واحد مثلا جايب معه طفل، يفضل طبعا ما يجيبوا على هيك حفلات صاخبة، انه او هو نفسه الشخص يبعد عن البفلات، عن المحلات اللي فيها كتير اصوات وشدات عالية، لانه تؤذي السمع خاصة اذا على المدى الطويل. صحيح. اذا استمر التعرض للقصة. دكتور، كمان اليوم مع تطور الطب والتكنولوجيا وكثير من الأجهزة الحديثة، ده اليوم في خلينا نقول حل حقيقي لهي المرض، يعني لحتى نفرح قلب كل أم وكل الأهالي إنه فعلا ممكن يكون في حل لهذا المرض؟ هلا أكيد الحلول موجودة.
الحلول تختلف حسب السبب. يعني ما في شيء اسمه نقص سمع، نقص السمع هو عرض نقص السمع، بس هذا مسببه أمراض كثيرة. يجب أن نتوجه باتجاه السبب لمعالجة السبب. قد تكون الأمور مثل ما حكينا أمور بسيطة، يعني إذا عن التهاب الطفل عنده التهاب أذن وسطى مصلي وعنده ممكن نحن بعمل جراحي بسيط قد لا يتجاوز ربع ساعة نعيد السمع لهذا المريض. طبعا إذا في إصابة حسية عصبية يترد هذا بيتطلب أن نحط له معينات سمعية أو زرع حلزون حسب الحالة الموجودة. نعم دكتور، معنا كمان اتصال من الشام من أم ربيع. رمضان كريم، يسعد صباحك. وصباحك يا أهلين وسهلين. بدك تسألي دكتور؟ تفضلي. أي نعم بدي أسألي دكتور لو سمحتي. تفضلي. دكتور في عندي شاب ابنه من برا من عند القرقوطة من برا منفوخة. من عند شو؟ من برا من عند الابن من برا منفوخة. يعني قصدك مدخل مجرى السمع الظاهر عند عند ايوه من برا مو داخليه، من برا. قد ايش صار له هيك؟ نعم قد ايش صار له؟ صار له تقريبا انا عم عالجه رح يصير لي شهر. شهر؟ عندك نعم محمرة؟ محمرة؟ في لون احمر؟ يعني حمراء. مؤلمة؟ إذا بتلمسيها أنت مؤلمة بالنسبة للطفل؟ لا لا مو مؤلمة أبدا. هلا هون انتبهي، قد ايش عمره الطفل؟ مو طفل، يعني شاب عمره شي 35 سنة. 35 سنة، هون ندخل بمشاكل التهابات الأذن الخارجية. قد يكون كمان الموضوع انه في كيسة شحمية، يعني هذا يتطلب الفحص سريري مشان يقرر شو المشكلة الواحد. دكتور أخذته دكاترة سحب له إياها بالإبرة. هذا غلط. هذا قد في كيسات خلقية كمان، في شيء اسمه نواسير خلقية، هي نواسير بسموها الأقواس الغلصومية اللي هي بصير تطور الحياة البشرية عن طريقها، بيكون في بقايا غلصومية جنينية، هذه تتعرض أيضا للالتهابات، بس الحل أكيد مو إبرة، الحل هذا بده استئصال، لأنه حترجع تلتهب بعد شوي. أيوه. عندك سؤال ثاني أم ربيع؟ لا شكرا لك، شكرا لك، شكرا دكتور. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك. يعني دكتور شكل الاذن هذا الشيء يمكن اللي كمان ما حكينا عليه، هل من الممكن كمان يكون شكل الاذن دليل على وجود خلل او مشكله تمام. معينه ان كان بالسمع او بالوظائف؟ اكيد. هلا حكينا نحن عن نقص السمع الخلقي، نقص السمع الخلقي انه بشكل 30-50% من اسباب نقص السمع. احد اسباب نقص السمع الخلقي هو ما يسمى سيندروميك ديزيز، يعني الامراض، مجموعة أمراض تترافق مع نقص سمع خلقي. هي بترافق أحيانا مع تشوه بالإذن، خاصة نشوف انسداد بمجرى السمع الظاهر. شكل الإذن قد يكون كمان تجميلي، هي بيسموه البات إير اللي هي الأذن الخفاشية. كمان هي قد يكون لا تسبب، إذا كان فقط في الصيوان قد لا ما لها علاقة بالسمع بس لها علاقة بالشكل. هون كمان لازم يدير بالنا على الطفل، هذا لازم يعمل عملية قبل الدخول المدرسة مشان زملائه ما يتهكموا عليه. عامل نفسي. استفسارات كثيرة، هلا رح نكمل كمان حديث. لكن اتصال ثاني فراحة من امرن. امرن من الشام. رمضان كريم، يسعد صباحك. الو الو، صباح الخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن حاكي الدكتور عصام الله؟ تفضلي. الو الو، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. انا ام مهند من الشام، بدي اسالك بالنسبة لابني. انا من مدة سنين تمام مثل هلا، صار معي قريب او تمام نفس الشيء برمضان. تمام. انا في مسدس اذاني بعدين بحالة صبحي. نعم. بس الصوت مو واضح، ممكن بس نوطي صوت التلفزيون اذا بتريدي. صار طويل بأذني اليسار شيء طبيعي، يعني مثل كانك شاهد الدور بشكل مستمر صار لي سنه. جربت مره ثانيه على عم تسمعينا لو سمحتي؟ الاتصال ابدا الصوت مانو واضح، فيا ريت نوطي شوي صوت التلفزيون نرجع نعيد السؤال للدكتور. من مده سنه تمام صار معي قريب، بس انتهيت مما صار تشويش بأذني اليسار مثل صوت الدبوس. رجع المرة كمان صار معي قريب، كمان صارت أذني اليمين، بالإضافة لحس فيها ضوء كبد معريقي، بحس بقطع بأذاني الثنتين،
ومع انه كل ما بطلع ريقي بحسي بلغمه كميه كبيره. رحت انا على الدكاتره مو ما رحت، قام وصف لي احدهم اقرع انفيه اسمها بسكر، ووصف لي عفوا قديش عمره ابنك؟ نعم قديش عمره؟ انا عمري 60 سنه. انت بالنسبه مو انا فكرك ابنك تماما. وصف لي اقرا انفيه اسمها رينوكور، ووصف لي كمان ضد التنين، وصف لي بسكر. تمام. قام كمان ما صار هالشيء هذا، قام قال لي انه بده عمليه مجانيه بالاذن، بحط لي انبوب قام بمد السنه بعد. يعني انا بفهم عفوا بفهم مشكلتك انه مشكله طنين. نعم الطنين مثل وقت بتسم الاذن. مشكله طنين اذنك باذن اليمين ولا باليسار؟ باليسار، هلا رح صار باليمين وقت جربت مره ثانيه. هلا الطنين هو عباره عن عرض قد يكون المشكلة بسيطة وقد يكون مشكلة معقدة جدا، يعني عرض لا نوعي بنسميه، قد يكون مشكلة سدادة صملاخية ممكن تعمل مثلا طنين، انسقاب بغشاء الطبل ممكن يعمل طنين، إصابة بالأذن الداخلية ممكن تعمل طنين، إصابة بالعصب السمعي ممكن تعمل طنين. هلا الشيء الأساسي اللي لازم تساويه هو تخطيط سمع بالنغمة الصافية ومعوقة سمعية مشان نحدد الطنين جاي من وين. هلا اذا الطنين جاي من موضوع الاذن الوسطى بوجود سائل مثلا موجود داخل، فهذا يتم علاجه دوائيا. اذا الطنين سببه اصابه بالاذن الداخليه، هون بنجرب بعض العلاجات من بينات الشيء اللي انت قلتي هو البيتا سيرك، بس هذا بيجيب نتائج فقط ب 30% من الحالات. اذا بنتاكد طبعا انه ما في سبب خطير ولا موضوع الطنين، بنقول لك انه بنتعايشي مع هالطنين. كيف تتعايشي معه؟ يعني الطنين هو مزعج خاصة فترات المساء فترات الليل، فبتساوي شيء اسمه ماسكر للطنين، بتجيبي مثلا راديو بتحطي صوت مثلا بدك اياه، صوت قرآن، صوت اغنية سيمفونية اللي بدك اياها، الصوت الخارجي يمنع الطنين من جوا، بتعيري بشكل انه ينطفى بعد ربع ساعة او نص ساعة. اذا حال فشل البتا سيرك، مع البيتا سيرك يفضل كمان تاخذي مواد ثانيه مثل البي 1 بي 6 بي 12، تجربه علاجيه شهر ونص شهرين، في حال ما نجحت المعالجه المحافظه اذا كانت اصابه بالاذن الداخليه عم نحكي. نحن بنشكرك. ما بعرف اذا كانت اجابه وافيه. اكيد اجابه وافيه، شكرا لك انك اجبت على استفسارات كل المشاهدين اللي اتصلوا بهالخصوص، وان شاء الله بنستضيفك بمواضيع ثانيه ايضا بالحلقات القادمه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك دكتور. اهلا وسهلا.